تشاهدون في هذه الحلقة حراك الرياضي في ساحات وميادين تعز، والسؤال حول أسباب غياب الاهتمام الحكومي بالبنى التحتية. شارع الجمهورية بتعز، سوق شعبي يحكي قصة وتاريخ مدينة. المول الخيري لكساء المحتاجين في تعز، عطاء متجدد للمبادرات التطوعية الفاعلة. بكم من جديد. مستهل حلقتنا إيجاز سريع بأهم الفعاليات والأنشطة التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. تتواصل اليوم الثاني بتعز عملية امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018-2019، وبدأ أمس الأحد أكثر من 20,000 طالب وطالبة تأدية الامتحانات في نحو 147 مركزاً امتحانياً يتوزعون على 17 مديرية في المناطق المحررة. أعلنت جامعة تعز عن نتائج اختبارات المفاضلة لطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب والعلوم الصحية، وكانت الجامعة قد نظمت السبت امتحانات المفاضلة حيث يتنافس أكثر من 2000 طالب وطالبة على 120 مقعداً خصصت لطلاب المستجدين في كلية الطب والعلوم الصحية للعام الدراسي الجديد 2019-2020. تمت المفاضلة 70% على امتحان ما يحدث في داخل الجامعة، و 30% على امتحانات الثانوية العامة. استدلال على ذلك نحن نريد أن نقول خطوة أخرى في عملية التقييم، ما تعمل الثانوية العامة 30% وما يحدث داخل الجامعة ومقدار أعداد الطالب للمرحلة الجامعة 70%، وإزالة أي لبس او اي عدم سوء فهم او اي فرص ما حصلش لم يتوفق في الثانوية العامة قد يتوفق عندنا في داخل ايش الجامعة. مشاهدينا، لم تستطع الميليشيا الانقلابية بحربها المتواصلة على تعز من إحباط روح الشباب أو الحد من حيويتهم ونشاطاتهم، حيث تستمر الفعاليات الرياضية على الساحة التعزية كجزء من مشروع المقاومة في كافة المجالات والساحات، وزاد هذا النشاط مع جهود تطبيع الأوضاع في المدينة، غير أن تساؤلات تتزايد لدى الشارع حول عدم اهتمام الحكومة الشرعية بمشاريع البنى التحتية الرياضية في المدينة وفي مقدمتها استاد رياضي يليق بحجم تعز. على المستطيل الأخضر يرسم شباب تعز حلمهم ويعيشون حياتهم متحدين أصوات القذائف، مزاحين بذلك غبار الحرب التي أرادت ميليشيا الحوثي الإنقلابية فرضه واقعا في مدينة تحب وتعشق السلام. حراك رياضي متواصل في ظل تنافس شريف على المستديرة يعكس تقديس الحالمة للحياة وحرص أبنائها على ممارسة فنون اللعبة الرياضية بأخلاقها النبيلة والسامية البعيدة عن الأحقاد والكراهية التي تحاول الميليشيا تكريسها عبر لغة الاستعلاء والقوة وحكم الغاب. النشاط الرياضي داخل محافظة تعز طبعا لم يتوقف حتى والحرب قائمة في كل الحواري، في كل حارات تعز تجد الناس يمارسوا الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها، كرة القدم، كرة الطائرة، كافة مجالات الأنشطة الرياضية. هذه السنة الحمد لله مشاركتنا حتى الآن إيجابية، ما زلنا حتى الآن في طور المنافسة. المنافسة طبعا قوية، هنالك فرق قوية، لاعبين من جميع أندية تعز مشاركين في هذه البطولة. هذه فرصة لنا لصقل مهاراتنا في كرة القدم. تنافس قوي بين اللاعبين في دوريات رياضية تنشيطية يرعاها مكتب الشباب والرياضة في مختلف الألعاب وفي مقدمتها كرة القدم، حيث تتوزع هذه المناشط على الجامعات والحارات والأندية، والهدف منها على ما يبدو تحفيز الشباب والحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين وصقل مهارات الناشئة. هذا النشاط الرياضي كتفعيل وتحريك المياه الراكدة في اللاعبين في محافظة تعز.
كل هذا التفاعل الشبابي والهمة العالية لدى أبناء الحالمة يأتي وواقع البنية التحتية للرياضة في تعز يشكو الكثير، لا سيما مع تضرر مرافق ومنشآت كبيرة جراء حرب الميليشيا على تعز من جهة واستهداف مقاتلات التحالف لبعضها في جهة أخرى، ما يعني أنه على الحكومة والسلطة المحلية اليوم فعل الكثير للارتقاء بالرياضة في هذه المحافظة الكبيرة وتهيئة بيئة ملائمة لممارسة هذا النشاط. يوجد معنا ملعب واحد وهو الآن حاليا الشهداء، ويعاني من مشاكل كثيرة، محفر في الملعب أثناء القذائف، ملعب الصقر لحد الآن نطالب فيه وعاد ولم يعد. نشاط رياضي وإن حظي بإشادة من الجميع فإن ثمة ملاحظات طرحها الرياضيون ومهتمون ويرون في الأخذ بها ضرورة لتحسين واقع الرياضة في تعز. كثر البطولات أدت إلى إصابة اللاعبين، أيضا وجدت الثقافة لدى اللاعبين بالبطولات الحواري البطولات الخاصة، أو وجدت الثقافة أن هناك تطاول على الحكام، تطاول على اللجان، وهذا ما شاهدناه في مباراة اليوم. بينما كان في السابق أي بطولة تقام تحت إشراف تحت كرة القدم، وعندما تكون البطولة تحت إشراف كرة القدم يعني أنا كاتحاد أستطيع أن أعاقب اللاعبين، أحرمهم من المشاركة في المنتخبات الوطنية. اللافت أن لاعبين ونجوم في المنتخب الوطني يشاركون في الدوريات التنشيطية كلاعبين ومدربين، وهو ما يزيد من قيمة وأهمية مثل هذه الفعاليات لتحريك المياه الراكدة في جانب الشباب والرياضة. ولنسلط الضوء على هذا الموضوع معنا أيمن المخلافي مدير عام مكتب الشباب والرياضة بتعز، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. تسببت الحرب في تعز بتدمير وتعطيل العديد من المنشآت والمرافق الحيوية بما في ذلك المنشآت الرياضية، ماذا قدم مكتب الشباب والرياضة لإعادة تفعيل النشاط الرياضي في المحافظة وتطبيع الحياة من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما أسلفتي أن الحرب وخلال فترة الحرب تعرضت المنشآت الرياضية للتضرر بشكل كبير جدا، أغلبها تعرض للتدمير بشكل كلي والعديد منها بشكل جزئي. بالمجمل أن جميع المنشآت الرياضية تعرضت للضرر. طبعا أتينا لمكتب الشباب والرياضة في ظل وضع استثنائي جدا، في ظل ظروف صعبة، في ظل تدمير المنشآت التحتية، في ظل توقف النشاط الرياضي، بدأنا بتفعيل وقمنا بتشكيل اللجنة الرياضية. اللجنة الرياضية هذه تحتوي على الكبير من يعني العديد من المدربين والشخصيات الرياضية الكبيرة، هذه اللجنة الرياضية بدأت ترتب وضع النشاط الرياضي في المحافظة. أيضا بدأنا بتفعيل الاتحادات والأندية الرياضية تقريبا حتى هذا الشهر تم تفعيل ما يقارب 16 اتحاد من إجمالي 22 اتحاد. بدأنا بأول تفعيل لكرة القدم، ثم انطلقنا إلى الطائرة وأيضا إلى الشطرنج، وكانت المرحلة الثانية الألعاب القتالية الكاراتيه والتيكواندو والكونفو والبنغكسيلات وهذه الألعاب القتالية، ثم انطلقنا للمرحلة الثالثة لتفعيل بقية الاتحادات الرياضية بشكل عام. إجمالا أنه كان مكتب الشباب والرياضة دور عديد يعني دور كبير في تفعيل النشاط الرياضي من خلال تشكيل اللجنة الرياضية، من خلال تفعيل الاتحادات والأندية الرياضية في المحافظة، من خلال متابعة وزارة الشباب والرياضة والتي كانت مهتمة أنه تعيد النشاط الرياضي في المحافظة، من خلال صرف موازنات الأندية، وتم خلال العام السابق صرف المستحقات الأندية الرياضية. ماذا عن المرافق الرياضية الحالية؟ هل هي جاهزة لاحتضان الأنشطة الرياضية على اختلافها؟ طبعاً المنشآت الرياضية تعرضت للضرر الكبير، قمنا بعمل حلول من خلالها إنشاء ملاعب بديلة. هذه الملاعب البديلة كانت ملاعب يعني رفيدة يعني رافدة للملاعب الأساسية، يعني هو كان يعني المدينة تعز المدينة كانت يوجد فيها ملعبين أساسيين اللي هو ملعب الشهداء وملعب يعني نادي الصقر. ملعب نادي الصقر تضرر بشكل كلي ومدمر بشكل كلي ولم نستطع الآن تفعيله لأنه يحتاج إمكانات كبيرة، لكن إلى الآن عددنا الدراسات الكاملة لإعادة تفعيله. بالنسبة للشهداء بدأنا بتفعيله وبدأنا بعمل ملاعب بديلة.
ملعب نادي الأهلي، ملعب منتزه التعاون، ملعب الكوثر، ملعب صالة. هذه الملاعب كانت ملاعب بديلة بحيث أن الشباب يمارسوا يعني ألعابهم بعد تضرر الملاعب الكبيرة بعد يعني تضررها بشكل كبير. ما الذي يحول دون إقامة بطولات وفعاليات رياضية كبيرة؟ وهل يعقل أن تظل ثاني أكبر محافظة بدون ملعب دولي لكرة القدم؟ هو المعوقات كبيرة التي تواجهنا، كون المرحلة استثنائية وكون المرحلة صعبة وكون نحن في مرحلة تأسيس وإعادة إعمار للمنشآت هذه، لكننا حاولنا أنه نتجاوز بعض الصعوبات وتفعيل للأنشطة والألعاب الرياضية بتعاون كبير من وزارة الشباب والرياضة. بدأنا بالمشاركات الخارجية على مستوى المحلي وشاركنا في بطولة الكاراتيه والتيكواندو والطائرة وكرة اليد، وحققت يعني محافظة تعز مراكز متقدمة. إن شاء الله خلال الفترة القادمة يتم إعادة ترميم المنشآت. نحن في مكتب الشباب والرياضة استكملنا إعداد جميع الدراسات لجميع المنشآت الرياضية التي تعرضت للتدمير، وهناك تفاعل من السلطة المحلية مثلا بالمحافظة الأستاذ نبيل شمسان على ذكر السلطة المحلية، هل تتلقون دعم من السلطة المحلية ومن وزارة الشباب والرياضة في هذا الجانب؟ بالفعل نحن كل الأنشطة والفعاليات والحراك الشبابي والرياضي الكبير في المحافظة هذا لم نكن نستطيع القيام به لولا تفاعل كبير من قبل السلطة المحلية ووزارة الشباب والرياضة. كان لهم دور كبير وتفاعل وحرص كبير أنه تقام الأنشطة الشبابية والرياضية وبشكل مستمر. أنت لو تلاحظ حاليا أنه يعني سواء في شهر رمضان أو بعد شهر رمضان أو ما قبل شهر رمضان الحراك الرياضي متواجد وعلى مستوى مختلف الألعاب. أيضا في يعني لدينا برنامج متكامل ما بعد فترة رمضان والإجازة الصيفية. هذا الاهتمام هو اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة والأستاذ نبيل شمسان محافظ حافظ تعز. أيضا الالتفاف الجماهيري والشعبي من قبل الشباب ومن قبل الاتحادات الرياضية وتكاتف الجميع هو ما جعلنا أن نواصل بهذا الزخم في الفعاليات الرياضية التي تحدث عنها. يقود إلى سؤال، ما مدى رضاكم عن ما قدمتوه في مكتب الشباب والرياضة حتى الآن، وهل من خطط تعملون عليها حاليا لتطوير النشاط الرياضي وتفعيله بشكل أكبر؟ يعني مدى نحن لا يهمنا، نحن يهمنا مدى رضا يعني الشارع والمكون الشبابي والمكونات الرياضية. نحن نهمنا أن نصل إلى مرحلة يعني رضا هذه المكونات. نحن نقوم بجهد يعني بجهود كبيرة وبظرف استثنائي، نعمل بكل جهد من استشعارا من مسؤوليتنا الوطنية واستشعارا من يعني وجودنا في هذا المكان. إن شاء الله يعني الخطط والبرامج يعني متواجدة لدينا، نحاول طرحها على العديد من الجهات سواء الحكومية أو الجهات يعني الجهات المساعدة من منظمات وغيرها. شباب تعز وكذلك النشاء قوة مؤثرة بالنظر لكثافة الكثافة السكانية لتعز بشكل عام، هل تولون هؤلاء اعتبار وهل هناك استقطاب أو رؤية لديكم لاستقطاب هؤلاء في ودفعهم للمشاركة في الألعاب الرياضية على اختلافها؟ طبعا هو اهتمامنا في مكتب الشباب والرياضة كان على الصعيد الرياضي أو الشبابي، والآن بدأنا بتفعيل النشاط الثقافي، النشاط الثقافي في الأندية الثقافية، وأيضا بالتنسيق مع الجامعات وقعنا بروتوكول التعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة لتفعيل النشاط الشباب الرياضي. فيما يخص الشباب أقمنا برنامجين لتدريب الشباب وتنمية مواهبهم، تدريب 200 شاب وشابة كانت مرحلة أولى، ومرحلة ثانية 200 شاب وشابة أيضا بالتعاون مع منتدى النهضة الشبابي. من خلال هذا البرنامج نطور مهارات الشباب وإمكاناتهم وتطوير يعني المهارات القيادية ومهارات يعني النزول لسوق العمل. أيضا يعني لدينا برامج قادمة مع جهات ويعني بالشراكة مع جهات أخرى لتنمية مهارات الشباب ودعم. كيف تجد تفاعل الشباب في تعز مع هذه الأنشطة الرياضية؟ مدى التفاعل الشباب كبير جدا، إقبالهم على الأنشطة التي ننفذها
كبير جدا. يعني لا توجد اي فعاليه اقمناها سواء يعني اقمنا مثلا معرض المواهب الشبابيه والابتكارات والاختراعات، شارك فيه العديد من الشباب. يعني تفاجأنا بالحجم الكبير من الاقبال، ان كثير من الشباب يعني لديهم اختراعات، لديهم ابتكارات، لديهم مواهب. ايضا يعني معرض الفنون التشكيليه، الكثير من البرامج الشبابيه التي نفذناها نتفاجأ، بل ان البرامج التي استهدفنا فيها 200 شاب وشابه تفاجأنا انه العدد وصل الى يعني كان العدد هو 200 كحد يعني كحد يعني اقصى، لكن تفاجأنا انه العدد تجاوز ال 280. ما طبيعة علاقتكم بالاتحادات الرياضية المختلفة، وكيف تستثمرون هذه العلاقة في خدمة الرياضة في تعز؟ هي العلاقة علاقة تكاملية تهدف الى خدمة اللعبة نفسها. كل اتحاد بما يخص يعني لعبته، سواء اتحاد كرة القدم او الطائرة او الشطرنج او غيره من الاتحادات، هي نحن كجهة مشرفة ومسؤولة عن الاتحادات نقوم بعملية تنسيق وتكامل بيننا وبين الاتحادات بهدف يعني تصب في مصلحة اللاعب نفسه في كل لعبة على حدة. هل من رسالة توجهها في ختام هذا اللقاء؟ الرسالة هي إن كانت رسالة نوجهها رسالة شكر لكل الذين عملوا لخدمة الوطن بشكل عام وتعز بشكل خصوص في هذه المرحلة الصعبة، والتي كان لهم دور كبير وتكاتف كبير سواء بالاتحادات الرياضية أو في الأندية أو في الشباب والتكتلات الشبابية والمبادرات الشبابية التي عملت على تخفيف معاناة المدينة، والتي اشتغلت على جميع الجوانب سواء الإنسانية أو الإغاثية، والكثير من هذه المبادرات الشبابية التي كان لها دور كبير في تخفيف معاناة يعني أبناء هذه المحافظة. أيضا هي أيضا شكر للقيادة الشرطة المحلية مثلة بالأستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري لتفاعلهم واهتمامهم ودعمهم وإشرافهم على النشاط الرياضي والشباب المحافظة. أيضا هي رسالة أنه نريد أن نطرح أن محافظة تعز ما تعانيه معاناة كبيرة جدا، تضرر الكثير من المنشآت أغلبها، أيضا تواجد يعني الحاضن الأكبر للشباب في محافظة تعز، لكن المنشآت يعني لا تغطي هذا الاحتياج الكبير. وهنا ندعو دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور معين عبد الملك ووزير الشباب ومحافظة تعز للاهتمام يعني وجود يعني لا نكتفي فقط بترميم المنشآت السابقة، لكن نبدأ لعمل يعني منشآت جديدة تستوعب الشباب وقدراتهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أيمن المخلافي مدير عام مكتب الشباب والرياضة، كنت ضيفنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد. يعد شارع الجمهورية من الأسواق الشعبية داخل المدينة القديمة بتعز، ويكتسب السوق أهميته من تاريخ المدينة، ويعد أول شارع وملتقى للتسوق بتعز. نتابع. عند دخولك باب موسى الشهير تكون قد وضعت أول قدميك على عتبة أحد أهم وأقدم الشوارع في مدينة تعز، حيث يفوح عبق التاريخ في كل زاوية وركن من هذا المكان. من طال انتظارنا لهم ويعرفهم السوق بأنهم مخضرمون، على علم بتفاصيل المكان المعجون قديمه بالجديد، حظينا بهم وكانوا لنا كتابا مفتوحا نقرأ بين سطوره ما لم يدركه جيل اليوم من تفاصيل سوق وشارع الجمهورية. وقد تبدلت الأماكن فيه وغابت عنه كثير من الوجوه. أنا لي هنا 52 سنة دخلت عاد بعد كنت أطلب الله بحاجة، كان معي معنيف كذا في بقماش أجزاء من حارة لحارة نطلب الله، ورجعت شلته استأجرت الدكان هذا ودخلنا. لن تجد صورة مشوقة عن شارع هو اليوم ممرا ضيقا يمتد من باب موسى غربا وحتى الباب الكبير شرقا. لن تجد أكثر من تلك التي قدمها
من خلال الذاكرة وبما يشبه العرض السينمائي ممن عايشوا نشاط السوق في أوجه، والتي لم تعد سوى مجرد وقوف على أطلال لشارع عرف قديما بأنه تعز المدينة والمدينة هو. شارع الجمهورية كان أبو عبو التمر، السليط كانوا يقولوا غاز أبو غزال، كان أبو ظبي، وكان في صيدليات، في خبار، في منوع، يعني من الحاجات البلدية المحلية، عرفت كيف؟ وعلى تطور الدنيا يبيعوا القماش، وكان داخله مكاتب، مكتب شغلة، كان داخله صرفة، كان داخله وكلاء، كان داخله كل حاجة، والتجارة كان داخله. عبد العزيز الحلوي كان رأس الشني، رأس شارع الجمهورية. في مقاهي، في محلاوة هنا، كان مقهى في العدين هنا، وكان في مقهى هنا، وكان في مقهى راسة يعني جنب قصب بن موسى، بو مقهايا، وكان بو كل حاجة، كان متكامل بكل شيء، وكان هو السوق الوحيد لمدينة تعز. هذا للشارع القديم كثير من المسميات التي أطلقت عليه في مراحل زمنية متفاوتة، منها على سبيل الذكر للحصر الشارع الملكي وشارع الجمالي وشارع البز وأخيرا الجمهورية، وهي تسميات كانت تقتضيها إما طبيعة المرحلة من حيث النظام السياسي القائم أو من حيث الارتباط بالنشاط التجاري فيه. كان أكبر سوق داخل تعز كانوا يسمونه شارع الجمالي، دحين شارع الجمهورية، ومشتهر يعني هذا بالبز. المتسوق في هذا المكان يعيش الجو التعزي التقليدي ويشتم النكهة اليمانية، وهو يرى عروض المنتوجات التقليدية التي لا تزال تقاوم غزو الأسواق العصرية، مثل محلات بيع الخنجر اليمني بأنواعه ومتاجر بيع المداع والتنباك ومستلزماته، وكذا دكاكين بيع السيوف وعصي الخيزران. أنا ولدت في شارع الجمهورية أباً عن جد، هذه حرفتي من زمان، القنابي هذه، في قنابي يقولوا له أبياني، وفي قنابي يقولوا له حضرمي، وفي قنابي يقولوا له شبواني، يعني ما يستويش التفصيل القنابي، ما تحدث من مليون، من 2 مليون، من 5 مليون، ما تحدث، بدعنا القنابي هو عشق أول وآخر عشق. الزي التقليدي للمرأة التعزية، والذي بدأ يتلاشى تحت تأثير المستورد من الثياب والألبسة وماركاتها المختلفة، يحضر في هذا الشارع وتجده معروضا في محلات رغم ندرتها، إلا أنها تعمل على إخراجه لحيز الوجود وجعله في متناول الجميع. منطقة صبر عندها أكثر من 5 إلى 6 أزياء، لدرجة أنه إحنا الآن لو خرجنا من موضوع صبر وأزياء المتنوعة، في مثلا معانا الحجرية في معهم زي تابع لبني شيبة، هذا الزي طبعا تلبسه المرأة أول ما تخطب، وما تجيب لها القماش وتجيب لها كباب الخيط، ويتصلح حق الفستان العرس لا يوم المسمى وتلبسه. مثل الشارع لأبناء تعز ملتقى للتسوق، وظل طيلة عقود المكان الذي يجد فيه أبناء الريف والمدينة مبتغاهم، وكانوا يقيمون الخميس والأحد سوقا رسميا فيه. للتكافل الاجتماعي صور عديدة، ولهذا النوع من العمل الخيري رجاله وأبطاله من المثابرين. في الفقرة التالية نتعرف على بصمة لمجموعة من المبادرين في إطار مشروع كالبنيان للكساء. كم من طفل تبدل حاله وتغيرت ملامحه من عبوس كالح إلى رضا كامل بابتسامة عريضة بريئة،
وكم من أسرة عفيفة معدمة وجدت في هذا الفضاء ما كان مجرد حلم يتمثل في الحصول على كساء يقيها نظرة دونية من الآخرين ويمكنها من مخالطة المجتمع دون أن يظهر عليها أي شكل من أثر فاقة أو قلة ذات يد. في هذا المول الخيري وسط مدينة تعز تتسابق بعض ممن قدر لهن معيشة العوز ومعهن صغارهن لاختيار ما تجود به الأنفس من فضل لبوس يمكنهم من مخالطة المجتمع والاحتفاء معه في مناسباته دون ما حرج من نقص يعتري الهيئة في اللباس ويسلب الفرحة. نحن قاعدين ندور القوال ما معاهمش كسوة، بالذات أنا زوجي يدوق داخل راقد لا شغله ولا عمله بين انزلاق، يعني قاعد حلو والله ما شاء الله حصلنا متطلبات حقنا، ما صدقتش انه تحصل والله اتفاجأت لما دخلت المعرض اتفاجأت ما شاء الله حصلت يعني متطلبات كاملة على الطالب. عماد الشريف وصديقه رأفت العامري ومعهما مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين يعملون بحركة دؤوبة في أول مول غير ربحي يعد نتاج جهد طويل من مشروع كالبنيان الخيري الهادف لكساء المحتاجين المتعففين في الأعياد والمواسم المختلفة. هو مجموعة شباب متفاعلين خلال حياتهم شافوا إنه في ناس بيحتاجوا أو ما يحصلوش متعففين، ناس متعففين ما يلاقوش الملابس كسوة العيد، فخلال ملاحظتهم إنه هؤلاء العوائل إنه ممكن يلبس مستخدم نظيف، يعني بنظره الشيء المستخدم النظيف المرتب جديد. المشروع بدأ في 2011 شهر 5 وبدأ الاستهداف، أول استهداف على 180 عائلة، الآن الحمد لله بفضل الله فقط في صنعاء ما يقارب 5000 عائلة مستهدفين 5000 عائلة، هنا في تعز ما يعادل 500 عائلة. وفر المشروع كساء أكثر من 500 أسرة تم عمل مسح ميداني لاحتياجاتها وفقا لرأفت، ومع ذلك فإن تساؤلا يبرز حول إقامة مثل هذا التسوق وجلب المحتاجين إليه لانتقاء ما يناسبهم من الملبوسات دون توزيعها على المحتاجين في منازلهم وكما جرت العادة. عشان كرامة المستفيد بنفس الوقت فكرتنا احنا انه ايش هذه يعني إعادة تأهيل، نفعل مول خيري نخلي المستفيد من نفسه يجي يتسوق وكأنه ايش اخذ وكأنه جاء وزار زي المعارض الكبيرة. خلية نشاط يشكلها فريق العمل التطوعي في هذا المول الخيري، واللافت أن لكل أسرة متطوعا يرشدها إلى احتياجات أفراد الأسرة من الملبوسات ويساعدها في الانتقاء، وهو ما يجعل كثير من المستفيدين يخرجون برضا كامل. أنا مندوبة أخذ الأسرة وأقوم بعرض الملابس عليها من قسم، كل قسم لحاله تقوم باختيار عدة ملابس لأطفاله. موفور الألبسة هنا لم يكن بالسهل، إذ أن أجمع الملابس إلى تحت سقف واحد يحتاج إلى جهد مضاعف من فريق المتطوعين ويمر بعملية متسلسلة حتى تصل إلى يد مستحقيها. الملابس اللي نستقبلها أو نجمعها خلال فترة كامل نبدأ أول مرحلة، مرحلة الفرز. هذه مرحلة الفرز إن إحنا إيش بنفرز كل شيء لحاله، مثلاً الولادي لحال، البناتي لحال، النسائي لحال، البوالط لحال، الأثواب لحال، وفي معانا كمان في تالف اللي هو خلاص خدوه هذا تالف معدوم نتلفه على طول لحاله. بدأ تنفيذ هذه الفكرة في تعز العام 2014-2015 لتساهم في التخفيف من الأعباء على كثير من الأسر المعوزة بتعز، ويطمح القائمون عليها لتوسيعها رغم كثير الصعوبات التي تواجههم. مشاهدينا بهذه المبادرة المتميزة نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم وفي أمان الله.